السلام عليكم. عندنا الشقة للبيع بمدينة سلا سيدي موسى الطبق الثاني. هانتي دابا عندنا هنا صالة، هانتي صالة، صالة كبيرة بالشراجم بالتريات ديالها مضوية. هانتي جوج شراجم، جات شوكة، جات شوكة بالتريات ديالها جوج. هذا بيت النعاس، هذا بيت النعاس هو عنده شرجم على الزنقه، هو مضوي راه تبارك الله، راه فيه جوج مريوات، المريو الثاني. هادي كتجي فيها كليسا وسط الدار، هي فينيا نقيه. انتما كتشوفوا الحيوطه كي دايرين، انتي انتما كتشوفوا الحيوطه كي دايرين نقيين، انتي التريه ديالها. هادي الباب اللي كنخرجوا ليها، هذه الباب اللي كنخرجوا عليها. هانتي هذه طواليط الباب الالومنيوم، هانتي حتى هذه حاجه كوم طواليط راه مفينيا، السقف ديالها حتى هو مفيني مزلجه. دابا عندنا هذه الكوزينه، الكوزينه تاهي راه مزلجه، هانتي راه تاهي مضويه وجات شوكه، هانتي بالاخر ديالها الفوق مجهزه. البلاكارات ديالها دارك كبيره وزوينه كما كتشوفوا، هزا جوج طبلات.